بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المسألة الحالية اسمها شافلد أري، وهي مسألة كنا حليناها قبل كده على في القناة بتاعتنا، والحل ما كانش أحسن حاجة، أو الحل كان طويل وبرضه كان معقد، فقلت إن أنا ممكن أعمل فيديو تاني على المسألة دي يكون أبسط ويكون أسهل للفهم يعني. طيب ايه المطلوب في المسألة دي؟ المطلوب ان هو بيديني array، ال array دي هو مقسمها 2 sub arrays، ال sub array الاولى مسميها x وال sub array التانية مسميها y، وبيديني n. فمثلا ال x بتبدأ من 0 لغاية x n، او x 1 x 2 لغاية x n، وال sub array التانية بتبدأ من y 1 لغاية y n. وهو بيديني يعني بيقول لي ان السايز او ال n دي، ان الاري دايما الاتنين سب اري قد بعض، يعني دول ان ودول ان عدد ارقامهم يعني. فعلى سبيل المثال هنا مديني الاري دي ومديني الان تساوي 3، لان تساوي 3 فهيبقى اول 3 ارقام بيعبروا عن الاكس واخر 3 ارقام بيعبروا عن الواي. فالاوتبوت بتاعي كل الفكره ان هو بياخد ايتم من الاكس وايتم من الواي ويحطهم جنب بعض يعني كده، ماشي خطوتين، هيحط برضو هياخد من الاكس وهياخد من الواي لغايه اخر الاري. فالاوتبوت هنا هياخد 2 و3 و5 و4 و1 و7، فده الاوتبوت بتاعي. فتعالوا نشوف ممكن نوصل للحل ده ازاي او الاوتبوت ده ازاي. تمام. فاحنا زي ما قلنا في array، ال array دي هنسميها result، هتكون بنفس السايز بتاع النمس. تمام. و هيكون معايا اتنين اندكس، اندكس اي ده بيمشي على السب اري الاولى اللي هي الاكس، و اندكس جي ده هيبدأ من ان لغاية اخر الـ اخر الاري ده اللي هي السب اري اللي بتعبر على الواي. ومعايا انت كي هيساوي 0، ده اللي انا بملى فيه الايتمز في الريزلت اري بتاعتي. واقول while loop، اقول k اقل من nums dot length، فال i هيزوده كل مرة بواحد، وال j هزوده كل مرة بواحد، وال k، ال k زي ما قلنا احنا باخد item كل مرة، باخد item ال x و item ال y وبحطهم في ال result بتاعتي. فمعنى كده ان انا همشي خطوتين. تمام. هقول ان ال result اوكي ده هياخد من السبارية الاولى اللي هي نمس في اي، و result في كي زائد واحد ده المفروض ياخد من السبارية اللي هي الواي اللي هي تعبر عنها بي جي. تمام. ففي هنا برضو محتاجين نقص واحد عشان اخر اتنين ايتم ما يطلعش بره الاندكس بتاعي، وفي الاخر خالص هرجع ال result array. تعال نرن الكود. تمام. التلاتة تيست كيسز عدوا. تعال نسميت. تمام. كل التيست كيسز عدت. و لو انت كنت شفت الفيديو اللي قبل كده اللي هو الفيديو القديم، كنت هتلاقي ان الحل اللي احنا حليناه في الاول ما كانش اوبتمايزد او ما كانش بالسرعة دي. فده حل فده الحل بتاعنا، واتمنى يكون واضح. هو حل بسيط ما فيهوش حاجة يعني، كل الفكرة ان احنا التوصيف بتاع الحل كتبناه كود يعني. الاري الجديدة كانت هي عبارة عن ان انا باخد ايتم الاكس وايتم الواي وبحطه في اري ريزلت، وطول ما انا ماشي بعمل نفس الخطوة دي. فأتمنى يكون الشرح واضح، لو في تعليق او في فيدباك فأتمنى اسمعه. وكمان في حاجة ان انا المسألة دي كنت حاولت احلها in place، يعني حل in place بحيث ان انا ما احتاجش array جديدة او memory زيادة في الحل، بس حسيت ان الحل مش هيبقى simple وممكن يبقى اصعب من الفهم، اصعب للفهم يعني. فلو عندك حل بالشكل ده بيكون in place، وال
سهل يعني، سهل في شرحه او سهل ان هو يتفهم، فتمام ممكن تعلق بيه برضو في كومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. شكرا.